الفار بقيادة حكمنا الدولي محمد الهويش، بينما الآن تأتي صافرة حكم الساحة خالد الطريس ليعلن انطلاقة هذه المباراة. ريداوية تمرر في المساحة، 3-1، فرصة خطرة، حساني ريداوي سجلها، الريداوي سجلها، لكن هذه عرضية تلعب على القائم الثاني، رائعة، هدف ثاني، هدف تعادل وحداوي. قالت بشكل رهيب جدا، وهذه محاولة الآن تصل، وصلت عند عصام ركنها، تمرر يحاول استغلال البطء دفاع الرائد من خلال سرعة ماركوس البرازيلي صاحب 23 سنة، مر داخل منطقة الجزاء، عصام أرسلها، عصام تذهب مع الدقائق المتبقية، رأسية، يا الله، يضغط، شوف وين حارس المرمى وشوف الوحدة وين ماركوس جاليرمي، وبدون مرمى، بدون حارس، ما في حارس، نجح ماركوس جاليرمي من العاشق الوحداوي لصافرة الحكم. فعلا تأتي صافرة حكم الأستاذ خالد الطريس لتعلن نهاية المباراة.